إذن كيف ما تابعنا مشاهدينا فتطرج المباراة تم اختيار لاعب محمد علي بمعمر لاعب اتحاد طنجة اليوم قدم مباراة أكيد جيدة سجل هدف الثاني اللي كان مهم وغير الكثير في إيقاع المباراة كيفاش شفتي أداء اللاعب اليوم؟ فبالطبع خويا موصف يعني كل المتتبعين يعني كيتفاجئوا باختيار علي بمعمر ولكن اللي كيتفرج وكيشاهد المقابله ما كيتشوفش يعني الادوار اللي كيقوم بها علي بمعمر لا من الشق الدفاعي لا من الشق الهجومي كما كنقولوا الكواليس داخل المباراه داخل المباراه فهو قدم مقابله كبيره يعني كتلقاه ديما في الخط الدفاعي كيعاون الدفاع في خط الوسط يعني كيبني في خط الهجوم كي يعني كيف تنقول كيمدد الزملاء ديال الكرات فاللاعب بمعمر قدم مقابله كبيره سجل هدف اللي هو يعني غير من مجريات اللعب فالاختيار ديال علي بمعمر تيبقى اختيار صائب ويعني اللجنه اختارت اللاعب المناسب